العالم اكتشف قبل ايام اغلى لاعب في التاريخ، وحنا اكتشفنا هاد الايام اغلى حولي في التاريخ. هذا عطوني فيه 7 ملايين، ولكن ما نبيعوا له ب7 ولا ب10. سانس ولا مازوت هذاك تبن الزين ديالو والقرون ديالو مزوقين وفيه جميع المواصفات ديال الستار دي ما يتباعش. خرفان ولادو كنبيعهم حتى ل3 ملايين 4. تبارك الله اللهم بارك. الله يبارك. هذا خروف خارج من سوق الاربعاء بني عامر. السلام عليكم، صباح مبروك اخويا العزيز، كي دايرين؟ بخير، امور مزيان. تالينا هذا الخير، بشحال باش ديتو اخويا الثمن؟ 180. 9000 درهم. هذه الحقيقه في الدقيقه. صافي من حقيقه. سير على الله، اللهم يسر. سير قال لنا الحقيقه زعما انت متابع معنا. ربي بشحال نوب، بشحال 163. 163 الخوت. هذا السيد راه متبع معنا، راه عارفنا كنبغيو نجيبوا الحقيقه. الحولي ديال هذا العام بان لي في المتناول، وتناول تجار الممنوعات ولاعبي باريس سان جيرمان. اما الدرويش محال واش يقدر يشري الحولي باش يعين. واش دخلنا عليكم بالله؟ واش هذا دابا يستحق هذا الثمن؟ كما كتشوفوا هذا الخير اللي عملنا تساوي 32,000 ريال، 1600 درهم بطبيعه الحال. هذا راه ماشي حولي، هذا راه 200 درهم وما خاص يعطيها فيه الواحد. العيد بقالو شهر وكل المؤشرات كتقول على اننا غادي ندوزوا اغلى عيد في التاريخ الى ما دخلت طبعا الحكومه وساعدات الدرويش وزيرات كبار الفلاحين باش ينقصوا في الاثمنه. راه ما يمكنش حولي داير في اسبانيا 70 اورو ويتباع هنايا في المغرب ب 2500 درهم. راه ما يمكنش طبعا واحد خدام في السيكوريتي كيتخلص 1500 درهم وكاري ب 1000 درهم ويشتري لك الحولي ب 2500 درهم. هذا الشيء راه غير منطقي وغير مقبول بتاتا. راه كاين كاع اللي كيطالب بالغاء العيد بعد هذا الغلاء اللي شفناه على مدار كل هاد الشهور هادي. لكن احنا ما كنقولوش نلغوا العيد، احنا كنقولوا رخفوا على الدرويش وخلوه يشري الحولي بثمن مناسب لجيبو، وخلونا من داك الترويج ديال الاثمنه الخياليه اللي كل مره كديروا لنا في معرض الفلاحه، كتجيبوا لنا حولي داير مليون وحولي داير جوج المليون. اش بغيتوا توصلوا لنا؟ زعما راه العيد هاد السنه هادي غادي يكون غالي. الرساله كنضر راه وصلتنا شحال هادي، ملي وصلت مطيشه ل 15 درهم ولينا متوقعين اي حاجه غادي تغلى. لكن بصراحه وبواقعيه قال لنا شهر على العيد، وهذا نداء للحكومه ولوزاره الفلاحه، نقذوا ما يمكن ينقذه الله يجازيكم. راه الدرويش راه وصلت فيه العظم، وراه السوق طالع للسماء، وحاربوا السماسره والمضاربين اللي كيشروا الحولي من الكساب ب 1500 درهم وكيبيعوه لنا في السوق ب 3000 درهم. بغيت نقول واحد القضيه مهمه جدا، وهي على انه اللي تصنت للحكومه والعرض ديالها غادي يعرف على ان الاقتصاد ديالنا مرتبط بالشتاء ومرتبط بالسماء. والحكومه كتقول على انها ما خاصناش يعني نقيموا الحصيله ديالها. لماذا؟ لاننا مرينا بسنوات ديال الجفاف وعشنا مولي هاد السنه سنه ديال الجفاف، وما عرفت غادي من غادي نحاسبوا في هاد المنطقه هذا. واش غادي نحاسبوا الشتاء ولا نحاسبوا الحكومه؟ هذا راه منطق لا يستقيم. لماذا؟ لانه اللي سمع العرض ديال رئيس الحكومه كيقول فيه على اننا وصلنا للسياده الغذائيه، ماشي الامن الغذائي، فتنا الامن الغذائي ودخلنا في السياده الغذائيه. والسياده الغذائيه طبعا اللي كيعرفها كيعرف على انه على اننا عندنا الوفره في كل شيء. صافي وصلنا لواحد البلاصه كل ولات عندنا التخمه في جميع المواد الغذائيه وفي في الاغنام وفي الابقار وفي كل شيء. وبهذا المنطق يعني انه خاصنا نصدروا ماشي نستوردوا. اليوم تيا هذا المنطق هذا اش كيقول لي انا؟ كيقول لي العكس، وكيعطيني العكس بلا ما نكون خبير اقتصادي، بلا ما نكون فاهم حتى شي حاجه. لماذا؟ لانه نحن استوردنا الابقار من البرازيل. اليوم تيا كتكلم الحكومه على استيراد مجموعه من الاغنام من دول اخرى. ماذا يعني هذا؟ يعني ان هناك تناقض ما بين هذه السياده الغذائيه وهذا الامن الغذائي المتحدث عنه في خطاب رئيس الحكومه وما بين الواقع. الواقع كيكذب هذا الشيء. ثانية هذا كيعطيني مؤشر آخر، ملي كنقول هاد الهضرة كاملة وكنقول وصلنا للسيادة الغذائية، كنقول للحكومة راه نحن بهذا المنطق ديالكم راه ماشي بلد فلاحي، نحن بلد زراعي بمنطق تقليدي. لماذا؟ لأنه لو نحن بلاد فلاحية ما نعتمدوش على الشتاء، عندنا المكنانة، عندنا وسائل متطورة اللي نقدروا بها نجيبوا الماء ونديروا تحلية المياه ونديروا بزاف ديال الحوايج ونوصلوا للطفرة ونولوا فعلا بلد فلاحي. ولكن بهذا المنطق اللي نحن كنعتمدوا على الشتاء وكنعتمدوا على السماء باش الأمطار تجي، راه كنقول لك راه نحن ماشي بلد فلاحي، راه حنا بلد زراعي تقليدي. لماذا؟ لأنه
في بعض البلدان اللي معمره كتشوف الشتاء كاع على مدار السنه كامله عندها الوفره وعندها الامن الغذائي ديالها متوفر وما كتعتمدش على الشتاء وما كتعتمد على السماء، كتعتمد على المكننه، على تطوير الاليات، على تحليه مياه البحر، على بزاف ديال الحوايج. فاليوم تيا ما يجيش شي واحد ويقول لنا ما تحاسبونيش، راه الاقتصاد مرتبط بالسماء، اقتصاد مرهون للشتاء واش طيح ولا ماشي طيح، راه ماشي اقتصاد هذا. ولنا العبره في مجموعه من الدول. اذا الله يجازيكم بخير اللي بغيت نقولها باش نختم، بقاو هضروا مع المغاربه بمنطق مفهوم وغير صارحوا لهم وصارحوهم وقولوا لهم الحقيقه بلا ما تبقاو يعني تدوروا من هنا وتدوروا من هنا وتبروا ما لا يبرر، لان الشتاء تقدر تجي وتقدر ما تجي وتقدر نعيشوا سنوات ديال الجفاف. ولكن اذا كانت عندنا فعلا كنقولوا بلد فلاحي راه خاصنا نكونوا قد الكلمه ديالنا، والا قلنا السياده الغذائيه خاصنا نكونوا قد الكلمه ديالنا، وما خاصنا حتى شي حاجه، وخاص الاثمان تنزل والاغنام تكون موجوده ما نجيبوهاش من برا. اما باش نستورد ونقول انا عندي امن غذائي نستورد الابقار، عندي امن غذائي نستورد الاغنام، وعندي امن غذائي نستورد مجموعه من الحوايج وعندي امن غذائي، هذه راه كنظن على انه لا يستقيم المنطق ديال هذه الهضره هذه مع الواقع الذي عشناه ونعيشه وسنعيشه مستقبلا. تحياتي لكم، السلام عليكم.